تصعيد ميليشيا الحوثي في نهم والجوف عادت بعض الأصوات السياسية والإعلامية لتمثل رافعة لهذا التصعيد تحت غطاء مواجهة فساد الشرعية. يستغل هؤلاء سخط اليمنيين من أداء السلطة الشرعية في محاولة لحرف أجندات المواجهة مع ميليشيا الحوثي من خلال العودة إلى تصوير الحرب وكأنها مجرد معركة هامشية بين حزب الإصلاح والحوثيين في تكرار بائس لأيام ما قبل سقوط صنعاء بيد الميليشيا في العام 2014. سقطت الدولة في يد ميليشيا الحوثي وتوزعت البلاد بين كثير من الميليشيات، إلا أن شريحة من المثقفين والإعلاميين اختارت أن تنحاز لحساباتها الخاصة، والشماعة الجاهزة دائما هي الإصلاح. يشهد البلد حربا دامية منذ نحو 5 أعوام دفع اليمنيون خلالها ثمنا باهظا، ولا يزال هؤلاء منحازين لأنفسهم ولخياراتهم الشخصية أولا، وفي كل مرة يلبسونها لبوسا جديدا، غير أن الغاية لا تزال هي ذاتها منذ أن كانت طبول الحرب تقرع على أبواب عمران وصنعاء. مؤخرا نشطت الخلايا الإعلامية الموالية للإمارات من عدن والساحل الغربي، وقد تجمعت معا معظم تلك الأسماء التي عرفها اليمنيون لحظة سقوط صنعاء، وهي تغافل التاريخ بمسميات أخرى للمعركة التي أخذت منهم كل شيء. وأنا أقول لهم هيهات بعيد عليكم مأرب، وأنا أعي ما أقول، وأنا أعرف قومي والله الحمد والنصر. في اللحظة التي كانت فيها مأرب وسلطاتها تستنهض قوتها في مواجهة ما بدا أنه هجوم شامل لميليشيا الحوثي ومحافظ الجوف في مقدمة صفوف الجيش والقبائل، كانت الخلايا الممولة من أبو ظبي تتحدث عن اتفاقات جانبية بين هؤلاء والميليشيا للعمل معا. يستثمر هؤلاء في مزاج شعبي ساخط على الشرعية ومتعب من طول أمد الحرب وأهوالها، ولكن النتيجة التي يبتغون الوصول إليها تختلف تماما عما يريده اليمنيون، كما أن اللحظة الآن قد تغيرت، وذلك الخطاب القديم لم يعد ينطلي على أحد عدا شريحة صغيرة نذرت نفسها لصراع حزبي بائس يحتفل دائما فوق جثة بلاده.